الطيبة نحتفل بالقرآن الكريم، نحتفل بخير كتاب أنزل إلى الأرض. أنتم نجوما وغدا إن شاء الله ستكونون أقمارا. والعام الماضي كان احتفاؤنا ب 78 طالب وهو عدد سنتين، لأنه سنتين من ندوج سنتين كورونا لا أعاد الله علينا إن شاء الله. وهو خاتم لكتاب الله في السنة الثانية متوسط الطالب هون معاد بكير مصطفى ليحيى فرقة خيار طه بن عبد الوهاب صوت العام خويجة خير الدين إبراهيم بن حاج محمد صوت أعراب لينضموا إلى حلقة أمستردام، والهدف منها هو أن التشبه والتفاؤل حتى يكونوا مستقبلا من المستظهرين القرآن من حلقة إيروان، وثانيا كذلك عمار للمساجد وعمار لمجالس التلاوة بين المغرب والعشاء في المساجد، وثالثا والهدف الأول والأسمى هو الدعوة إلى إصلاح أبنائنا ليكونوا صالحين ولينشأوا تربية نشأة جيدة نشأة طيبة. في هذا اليوم المبارك يحتفل مجتمعنا مجتمع ورجلاني بهذه التظاهرات، تظاهرات إم السردان، وهي مصطلح محلي يعني الجلوس في مجلس القرآن الكريم. وقد احتفينا اليوم بتتويج 29 طالب. هؤلاء الطلبة شرط عندهم شرط أن يبلغوا حصة ياسين، سورة ياسين فما فوق. واليوم 29 طالب يبدأ أولهم ما شاء الله خاتم لكتاب الله، وآخرهم سورة ياسين 29 واحد. وهناك شروط للانضمام في هذه الهيئة، هي هيئة إم السردان، وهي أن يكون الطالب قد بلغ حصة ياسين، وكذلك أن يكون يتسم بأخلاق حسنة طيبة وهي أخلاق القرآن كما قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن الكريم، وكذلك يتصف ببعض السمت الحسن كما ترون. هذا هو السمت، عبارة عن حفاية وقرى وششية وكذلك العباءة. الحمد لله الذي وفقني أتتوج في هذا اليوم المبارك الدخول في حلقة إم السردان، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وصلت إلى سورة الإسراء، ربي يوفقني باش نستدار القرآن الكريم.